كيفية معالجة قضايا القتل العمد أمام محكمة الجنايات. لما تجيلك قضية قتل كبيرة ومشكلة كبيرة لكن لو أنا حطيت تحت إيديك وسائل النجاح في قضية القتل خلاص أنت أول ما هتشوف هتشوفه لازم تبحث في إيه ولازم تقرأ إيه وهتطلع الدفوع إزاي. وضحت أن هذه الجريمة جريمة مكروهة وجريمة منكرة. زملائي الأعزاء أنا قلت قبل كده في قضايا المخدرات لقضايا المخدرات دفع معين ما تخرجش عنه، ولو جات لك قضية قتل ما تقولش الدفوع بتاع المخدرات في قضية القتل، لا قضايا القتل ليها دفوع معينة برضو. وعشان كده أنا بحميك من لفت نظرك من القاضي يقول لك خليك في الموضوع يا أستاذ لما يلاقيك شتيت بره. وعشان كده بقول لكل جناية دفع معين، دفع مخصص ليها. الدفوع في قضايا القتل ما تقولهاش لما تجيلك قضية رشوة لأن قضايا الرشوة ليها دفوع معين. حضراتكم نبدأ ونقول ما هي الدفوع الواجبة في قضايا القتل العمد. واحد، انتفاء القصد الجنائي في قضايا القتل العمد. انتفاء القصد، بدفع بانتفاء القصد الجنائي المنسوب للمتهم. اتنين، انا تسمحوا لي ان انا هبقى اعيد عشان اللي بيكتبوا ورايا ما تفوتش منهم حاجة. الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجنى عليه. الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم وبين قتل المجنى عليه. الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار في الدعوة. الدفع بتوافر، لا أنا مش عاوز كل كلمة حد يتكلم يعني بعد إذنكم أنا هعيد مرتين بس كفاية مرتين. الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار في الفعل المنسوب للمتهم. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الأفعال المنسوبة للمتهم. الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل أو الأفعال المنسوبة للمتهم. الدفع أخيراً بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني في الأوراق. الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني في الأوراق.